ما كنتيش تعرفي ان هو مقدم؟ لا ما اعرفش. انت قدمت امتى يا استاذ اشرف؟ انا اول مره في الاداره في ملاوي عندنا بيعلنوا على النتيجه ان في عايزين الام المثاليه، فروحت قدمت في اوراق معينه ان هم بيقدموها. كنت اخر يوم، يعني بالنسبه لي كان اخر يوم قدمت فيه، في اخر فرصه يعني. كانت اخر فرصه بالنسبه لي. كان في ورق كان جديد الاول، كان اللي هو عايزينه، كان عايزين حاجه اسمها العيله نفسها، والحمد لله يعني قدمت بس. وما قلتلهاش غير بس لما كان لازم يجوا بقى يصوروا معايا. انا قدمت 3 مرات، اول مره ما حلفنيش الحظ. اول مره امتى؟ من 2016 او 2017. 2016 او 17. وبعدين 2018 قدمت بس طلع تكريم على مستوى المحافظه. واتكرمت فعلا على مستوى المحافظه، كانت خدت المركز الثالث يعني. وانت برضو كان عندك طموح ان تاخد مركز احسن؟ كان عندي ايمان ان هي لازم ان هي تستحق. تتكرم. وعايز ان انا اشارك الناس كلها بال ان امي عملت حاجه معينه كويسه. كويس. فروحت مقدم تاني السنه دي. ثالث عفوا. ثالث السنه دي، وخدت الاولى على مستوى الجمهوريه. طيب انا هرجع لك يا مدام سعديه طبعا، ونعرف المفاجاه دي كان وقعها ايه عليكي، والدموع ماليه عينيكي. هو احنا يعني احنا من قبل ما نبدا يا جماعه ومدام سعديه، طب انا معلش انا في سر صغير هقوله للناس. طيب هقول للساده المشاهدين سر صغير. احنا من قبل ما نبدا، واولا مدام سعديه بتظبط لابنها كرافتته وبتظبط له هدومه، يعني يا جماعه الام ام، والحنيه حنيه يعني. في اي عايزه ابنها، مع ان هي المكرمه النهارده يعني هي اللي محتفى بيها، انما هي مهتمه اكتر بابنها وعايزه تظبط له هدومه ويطلع في احسن شكل. ربنا يخليكم لبعض. والدموع مالي يعني. انا قلت لها احنا لسه ما ابتديناش يعني، الدموع مالي يعنيكي من قبل ما نبدا يا مدام سعديه. لا مسرسبه على طول. مسرسبه على طول، دمعتها قريبه. ربنا يخليكم لبعض، دي حنيه على فكره.